كده يا سعاد، كده المصاريف دي كلها كده وانت لسه مستلمه الفلوس واحده واحده يا سعاد؟ يا شيخ تبقى في بقك وتقسم لغيرك، هتقول ايه بقى؟ بس ما تخافش يا رامي، مش هعاملك بنفس المعامله القذره اللي كنت بتعاملني بيها. بجد؟ ده انت ابن عمي. انت اصيله قوي. ايه ده، الفيلا متوسخه قوي. انا هنضفها، انا لا هنضفها. لا لا تنضفها ايه، انا اللي هنضفها. بص انا عمري ما هزلك. ايه العنكبوت ده؟ شيلني عشان اجيبه. ابوس ايدك زليني. انا كلبك الوفي. ماشي، روح اعمل لي القهوه بتاعتي. حالا حالا. رامي. ايه؟ مشيت القهوه ازاي؟ بقول لك ايه يا سعاد؟ انت مش عشان عايزه تنتقمي من رامي تصرفي كل الفلوس دي؟ دي فلوسي انا على فكره. ومين قال لك ان انا بنتقم من رامي؟ انا بنتقم منك انت. ده وش كده؟ مفيش ادب؟ مفيش حياة؟ مفيش خشة؟ اديك وتقول لي مفيش، اديك ما تعصبنيش. اتجننت. ايه اللي بتقوليه ده؟ وسعي. مش قادره. ممكن تشيلي لي الشنط دي؟ اتجننتي ولا ايه؟ ما تعصبيش نفسك حامد. ايوه. فكرني نجيب خدامتين فلبينيتين من اللي بتاخد في الشهر 20,000 دولار. ماشي؟ لا خلاص، اهو اهو. ايوه كده. اوديهم فين؟ تعالي ورايا. حاضر. اختك بقت تعر قوي. اختك تخينه قوي على الوضع اللي بقينا فيه. ما هي بتعمل رجيم يا ابني. ايه ده، بتعمل رجيم بجد؟ اه والله. ده رجيم ايه ده؟ رجيم اسلامي. ايه ده، رجيم اسلامي ازاي؟ بتاكل كل حاجه وتدعي انها تخس. انت من ساعه ما ربنا كرمك وانت باصص في السقف. في حاجه فوق يا ابني؟ ده كده الشمس هتحرق وشك. دي عظمه عظمه. دي عظمه؟ ابعت لك سان بلوك بقى. نجيب 10 ونشربهم كلنا. خدت بالك يا ابني؟ بص بص، شوف الجنتله، فظيع الطقم ده، افخم المحلات في الجمهوريه. بجد والله؟ اه والله. جابوا منين؟ وكلت البلد. ما بخلتش والله. فظيع فظيع. بس انت برضه لسه هتفضل فقير والفقر جواك. بص يا ابني. ايه ده؟ بص ده شكله ابن ناس قوي. امال ايه ده؟ ماركه. ده ده ماركه. توكيل. توكيل. امال ايه؟ من ايه؟ من التوحيد والنور. ده انت هتخش النار حتف. انت مبذر يالا ليه كده؟ مش مبذر ولا حاجه، ده 25 جنيه كل الفخامه دي. والله العظيم غالي جدا. ده ب 25 جنيه؟ ده كل ده ب 8.5. ده ما فيهوش كور، ده مليان كور. شايف الكور؟ تمام تمام. افتري افتري عشان ربنا يذلك زي ما بتذل الناس. ده انت هتتذل ذل يا ابني والله. تعبيط يا محمد يا رمزي، ما حدش يعرف يذلني. انا عبيط يا سوكي؟ انا اللي زلاني تحت رجلي بجزماتي كده. انت بتعمل لي حاجات ببقك يا سوكي. يا ابني الميه وقفت في زوري، شرقت، مفيش حاجه. الميه يا سلام. عادي يعني. يا سلام يا. انا مش مصدقه اللي بيحصل. شفت اختكم بتعمل ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني دي فقيره والتنين المجنح اللي جوه دي غنيه. يا احمد. عايزه ايه؟ انت مستخبي كده ليه؟ عشان ما حدش يذلني. شفت سعاد عملت فيا ايه؟ ايه اللي حصل؟ ادتني بقشيش 20 جنيه. طب يا رب. اعمل ايه يا ربي بس؟ انت يا نيله هناك، تعالي. نيله؟ ايوه تعالي يا نيله. تعالي بقول لك، عايزك. عايزني انزل اسوق لك العربيه صح؟ لا يا سمح الله، هي العين تعلى عن الحاجب برضو. اصيل يا حامد والله. وانا العين وانت الحاجب. تسلم. بس اكيد الحاجب ما عندوش مانع ينزل يمسح العربيات في الجراج ويسيق الجراج. انتوا العيله بتاعتكم دي كلها اتجننت ولا ايه؟ كلبه نيله اخرسي. اخرسي كلبه رمه زباله حقيره، اخرسي. ايه ده؟ طب لو ما نزلتش مسحت العربيه؟ ما نزلتيش مسحت العربيه، هرمي العربيه اللي تتوسخ وابعت اجيب عربيه جديده بدلها اركبها وانبسط. اخسى عليك يا حامد. بقى كده تزعقلي؟ انا مزعقتي جامد يعني بقى. وبعدين عايزني انزل امسح العربيه؟ اثبت يا حامد، خليك جامد.
انا مش قادر. اثبت يا اخويا اثبت. ايه يا ايه؟ كنت نمسح العربيه برضو؟ لا خلاص، بصي خدي مفتاح العربيه، خدي العربيه بحالها. ايه ده انت اتجننت؟ ده مفتاح العربيه؟ احنا بنلاقي المفاتيح في الشارع. في ايه يا هشام؟ مفيش حاجه. انت مستخسر فيا حته عربيه؟ خدي مفتاح اوضه النوم وسبعين على بوق بسرعه. ماشي. انت يا بنت انت بقى عماله تستهبلنا، اذا كنت ضعفت في فتره من فترات حياتي مش هضعف تاني. في يلا. في ايه يا حامد؟ حامد بلا زفت، يلا قدامي على الجراج تمسحي كل الجراج يا كلبه. يلا يا كلبه يلا نيله. كلاب كلكم كلاب. كان في زعافه هنا بنمسح بيها، انا مش لاقيها، بس انا عارف الزعافه دي حلها ايه. الزعافه دي انا عارف انا هجيبها ازاي بطريقتي الخاصه بقى. الدنيا دي كلها بتربي وتعلم، واللي ما راحش مدرسه في الدنيا يتعلم. كمون لاسي كمان. أو يا ابن الرغمة. أو يا ابن اللذينة. يا شلمي. أو وانا وياه يا بعيد. زيني اصرف وانا ما عيش ما لعنش. لف بيا يا حبيبي. لف بيا كمان لفه. حاسس اني راكب جمل، حاسس اني في برج ايفل في اوروبا. الرحمه. وانت رحمتني. لف يا حبيبي. حرام عليك، ده انا ابن عمك. يا ابن عمي قعدني على الكنبه يا حبيبي. قعد بالراحه. ايوه بالراحه. اقعد كده يا حبيبي اقعد. عايزك بقى ايه تحكي لي حدوته يا اسمر الوجه، يا عبدي يا اسود، يا حفيد عنتر، يا كلب شيبوب، يا نتن اعمى. فلوس فلوس. احكي لي حدوته يا نتنياهو. كيل كان يا مكان. ايوه كان في زمان شاب محترم اسمه توفيق. كان ولاد عمه بيذلوه ويهنوه، ولكن هو كان قلبه طيب. يا سلام. ولما الدنيا اتقلبت ما انتقمش منهم، ورجع عاشوا مع بعض في حب وسلام. دي قصه خرافيه يا حبيبي. القصه دي في الخرافات تحكيها في زمن الديناصورات. حرام عليك انا تعبت. يا كلب يا عبد. يا لا انا مش مرتاح هنا، انا عايز اقعد هناك. اوعوا بقى يا جماعه. شيلني شيلني يا كلب يا نتنياهو. شيلني يا معفن يا جربوع. شيلني. قعدني على الترابيزه دي بقى في الوسط. سنترني. ايوه سنترني.